بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أهلا بكم أصدقائي وأحبابي في قناتكم فارس البرمجيات على اليوتيوب، استكمالا لسلسلة الأندرويد واستكمالا لسلسلة هواتف شاومي. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس بالأهمية بمكان، وهو كيفية عمل فورمات للهاتف، كيفية استعادة ضبط المصنع. دي كلها مسميات الشرح بتاع النهاردة، استعادة ضبط المصنع او فورمات الهاتف. طبعا الناس كتير بتلجأ لفورمات الهاتف او استعادة ضبط المصنع، وبتختلف الاسباب من فرد لاخر، لكن نذكر برضك على سبيل المثال حضرتك مثلا لو نزلت تحديث اندرويد او تحديث لواجهة المستخدم 110 ل111 او 111 ل112 او اي تحديث على الهاتف، وجدت في تهنيج في الهاتف او استنزاف للبطارية، فالحل الجذري للموضوع دوت ان حضرتك تعمل استعادة ضبط المصنع. لو انت كنت عامل واجهة تانية للمستخدم اللي هو على على هاتف شاومي، وانت حابب ان انت تعمل حذف للواجهة ديت ونسيت كلمة السر، فالحل انك تعمل استعادة ضبط مصنع. لو انت هتبيع الهاتف من حقك تعمل استعادة ضبط مصنع، طبعا عشان محدش يخش على خصوصياتك. استعادة ضبط المصنع او فورمات الهاتف طبعا الاستخدامات بتاعتها متعددة. علشان نعمل استعادة ضبط المصنع، اول حاجة نخش على الاعدادات بتاعة الهاتف ونروح على كلمة حولة. احنا بنتكلم دلوقتي على هاتف شاومي، نضغط على كلمة حولة وهنزل تحت في الاخر على كلمة اسمها جميع النسخ الاحتياطية واعادة التعيين. النسخ الاحتياطية واعادة التعيين، النسخ الاحتياطية واعادة التعيين، هنضغط عليها زي ما انتم شايفين. هننزل تحت في الاسفل خالص، هننزل في الاسفل خالص وهنختار حاجة اسمها مسح كافة البيانات اللي هي اعادة ضبط المصنع، اللي هو اخر اختيار في الاسفل خالص. نضغط على مسح كافة البيانات زي ما انتم شايفين كده، جايب لي بيقول مسح كافة البيانات. هتمسح جميع الملفات اللي على الهاتف، وبرضك لو انت حاطط ذاكرة اللي هي الاس دي، الذاكرة الخارجية، برضك هيتم محو البيانات. علشان تمسح البيانات هتضغط على كلمة محو جميع البيانات اللي في الاسفل، وهتدخل طبعا الرمز بتاع حضرتك، وهتكمل بقية الخطوات، هيعمل استعادة ضبط المصنع. طب لو انت الهاتف بتاعك مش شاومي وحابب تعمل استعادة ضبط مصنع، او الهاتف بتاعك شاومي لكن انت مش عارف توصل لاستعادة ضبط المصنع، هتيجي نهوت على البحث وهتكتب كده اعادة ضبط المصنع، وتضغط على السيرش. هو تلقائي جاب لك ايه، جاب لك الاختيار اللي احنا عايزينه، تضغط عليه زي ما انتم شايفين، جاب لي الاختيار على طول بتاع استعادة ضبط المصنع بكل سهولة وبكل سلاسة. ما تنساش قبل ما تخرج من الفيديو تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل منشاراتنا الجديدة. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحليم. نستغفرك اللهم ونتوب اليك من جميع الذنوب والمعاصي. السلام عليكم ورحمة الله.